بس المشط وطعم لها بين العينين. وازرع في الورد مداخلها باب الباب، وازرع في الورد مداخلها باب الباب، وازرع في الورد مداخلها باب الباب، أشحت أثمان جناحها فوق الكتف المشط وقفلها بين العينين. بارك يا مشط ونازلها. متابعينا على شاشة صفحة نورسات الأردن، أسعد الله مساءكم، ما أجمل أن نلتقي مجددا في هذه الأمسية ونحن نبدأ بعمان، عمان التي أرخت جدائلها، عمان هذه التي نحمل أمانة محبتها ونحمل إرث تاريخها ونحمل أيضا دورها ورسالتها. رحبوا معي مع ضيفنا في هذه الأمسية مع معالي الأستاذ الصديق القامة الوطنية معالي الأستاذ عقل بلتاجي، وزير السياحة الأسبق، أمين عمان، والقائمة طويلة. فمرحبا بكم، رحبوا معي بمعالي. أهلا وسهلا أبو الليث. هذا الترحيب وهذا اللقاء وهذه الاستضافة، نور سات معنا دائما كانت وستكون إن شاء الله، وصفحتكم الفيسبوكية الشهيرة، هذا شرف أن أكون بمعيتكم هذا اليوم، وأن تبدأ البرنامج بعمان أرقى جدائلها بكلمات الشاعر الكبير الأستاذ حيدر محمود العين، والسفير ووزير الثقافة الأسبق العين حاليا، وغناء القامة الغنائية نجاة الصغيرة، وتلحين قامة أردنية جميل العاص. يعني أنت كيف بدأت، كيف الاختيار الجميل لهذه القصيدة بالذات وهذه المعاني؟ وأنا أن أتشرف أن أكون أمين عمان السابق، أني خدمت عمان وكنت أشعر أن هذه الجدائل كانت دائما وأبدا أمام عيني، أحدق في جمال الوجه والهيئة الطلة الجميلة اللي هي مدينة عمان. فشكرا جزيلا، شرفتنا سيدي، شرفتنا، أهلا وسهلا معاليك. أعزائي متابعينا، ضيفنا هذا المساء في عين على المشرق، عين من عيوني وأعيان الأردن، كان في مجلس الملك 21 22 23 24. هو غزي المولد، أردني الانتماء، هاشمي الحب والولاء، أمضى فترة أمانته على عاصمة المملكة مدة 42 شهرا، أحب فيها عمان أكثر وعرفها، وهو الذي أحبها قبل أن يتسلم أمانتها، فكان قريبا منا جميعا، نحن ناسها وأهلها الذين هم ناسه وأهله. شخصية فذة معروفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، عرف خبيرا
في مجال صناعة السياحة وخدمات المسافرين والطيران. أحب العقبة عندما جلس فيها رئيسا لمجلس المفوضين في سلطتها، وسعدت هي به لأنها الثغر الباسم عرفناه في وزارة السياحة. ذات جمعة في عام 1999، ذات صباح كانوني، وفي نهاية عام 99 في 31 كانون أول، جاء معالي جاري أبو الليث، جاءني صباحا لأذهب بمعيته بصحبته إلى موقع المغطس، وكان وزيرا للسياحة. وفي الطريق إلى المغطس بلغه نبأ أنه أصبح جدا للمرة الأولى. هو رجل أحب أسرته وأحب الأردنيين جميعا. في موقع المغطس قرأت في عينيه وفي ثنايا كلماته وصوته شغفا بالموقع، كما هو شغفه بكل ما هو مقدس. وكان همه السياحة الدينية، وتحدثنا وقتها عن حج المسيحي، وناقشنا الحج المسيحي الأردني. فكان هذا الحج أول من تحدث به أبو الليث والعبد الفقير محدثكم. أبو الليث كان دوما قريبا من جميع الكنائس، عرفته الفاتيكان وأحبته، وسجل فيها الكثير من الصداقات والعلاقات. الحديث في ملف وسيرة شخصية لعقل بلتاجي حديث ذو شجون ومحطات كثيرة، كان دوما فيها يضع الأردن والعرش والجيش والأردنيين في قلبه وفي فكره. يا مساء النور، يا مساء الخير. هذا سيدي أبو الليث بالجار الحبيب. مساء الخير سيدي المرة الثانية، ومساء النور سات أيضا اللي تجمعنا مساء هذا اليوم في هذا اليوم الحار نسبيا في عمان، درجة الحرارة 38، ويمكن هذه اللي ألهبت المشاعر عندك وأعطتني أكثر مما أستحق. العفو. فلا تكون هذه هلوسة الحرارة يعني. هذه شهادة صادقة. كيف لي أن لا أحب عمان والأردن والأردنيين، وقد تبناني الأردن 3 مرات، في 48 مع عائلتي مع الهجرة، وفي 67 عند في 69 عندما عدت من الاغتراب لأعمل في الأردن، ومن المرة الثالثة أنني تبوأت المناصب العدة ولربما أهمها لعمان أن أكون خادم عمان الأول. أما قضية غزية المولد فهي غزة هاشم، وأن أكون في عمان في عاصمة الهواشمية. نعم. فهذا شرف كبير، ومن هنا يأتي الشغف. الشغف يأتي عندما تنتمي وتأتي إلى أرض طيبة فتفتح هذه الأرض، وأهل هذه الأرض تشرع الأبواب لتدخل وتساهم إن أردت المساهمة، لا إجبار على شيء، لكن من هنا انطلقنا. أما المواضيع اللي تفضلت فيها فيعني موضوع المغطس بالذات سيدي، فلولا حكمة الراحل العظيم الحسين رحمه الله والنظرة الثاقبة للمغفور الملك الحسين لما كنا فيما نحن فيه الآن. فعندما
تبين لنا حقيقة الأمر وحقيقة الموقع في بدايات عام 98. طبعا من قبل كنا ننقب، لكن بال 98 تحقق لدينا ذلك وتأكدنا من ذلك ووثقنا ذلك. جئت إلى دولة الرئيس عبد السلام مجالي أطال الله في عمره، وقلت له يا دولة الرئيس، أنا وزير سياحة معية دولته، عندنا هيك هيك هيك، وأكملنا جزء من الحفريات، لكن أتممنا التحقيقات بأن هذا هو الموقع. فقال الخطوة الثانية، قلت له أن نضع جلالة الملك بالصورة، لأني رتبت أن أكون بالفاتيكان في شهر 5/98، إحنا في شهر 4 كنا. قال لي على بركة الله. قلت له مشان تحكي مع سيدنا؟ قال لي لا، أنت روح احكي. شوف الثقة. هذا الكبير رجل دولة. وفعلا كان، وكان بحضور سيدي سمو الأمير الحسن أطال الله في عمره. وسيدي سمو الأمير الحسن كان له باع طويل أيضا في معرفة الموقع، وكان لي سيدي سمو الأمير غازي قراءة مبكرة أيضا في 95 مع المرحوم باتشيريلو. لكن ليس بالتحديد في الموقع اللي اكتشفناه في المنطقة، ولكن كانت الدلائل. فقال لي جلالة الملك الله يرحمه، تعيش، fly with it، طيري عقل. وأنا قاصد ذلك. قلت سيدي هذا سيكون من أهم 3 مواقع مسيحية في العالم. هذا مولد الكنيسة، the ministry of Jesus. من هذا الموقع. قال نعم، وهذا شرف كبير أن يكون للأردن ولنا كهاشميين أن نكون السدنة لهذا الموقع. وكان الترتيب، ومن خلال الكاردينال العظيم سالديريني كاردينال تورينو، والمرحوم رؤوف النجار، تعيش، المونسينيور النجار، والمرحوم أيضا مصطفى السفريني القنصل العام في تورينو، وهو تقريبا الأقرب إلى سالديريني، لأنه سالديريني تبناه في تورينو وعمل على نشأته هناك ودراسته وتبناه، لأنه سالديريني كان ابن القدس أيضا في الثمانينات ككاهن. وانطلقنا يا سيدي، وكان الموعد في 18/5/98، وقدمنا لقداسه في بعد القداس. كنت أول واحد يتقدم من قداسة يوحنا بولس القديس. نعم، يوحنا بولس الثاني. وتقدمت بالكتاب الرسمي من جلالة الملك، موقع من سمو الأمير الحسن، وهدية فخارية من كنيسة عمران في منطقة مادبة، وصليب معمول من راعي مدباوي من خشب الزيتون الطري الندي، مع أيضا كتاب عن رحلة البابا بولس السادس 64. اسمح لي أنا أنفعل. ولا يهمك، ولا يهمك سيدي، ولا يهمك، خاصة لو تيجي ذكر هذه القامات العظيمة مثل قداسة القديس يوحنا بولس الثاني. ورأسا طلب من كاردينال سيبي أن يقوم بالترتيبات لموضوع الحج الجوبلي لسنة 2000. إحنا 2003. نعم. وأوكل القضية التحقيقية للكاردينال كارلو مارتيني، كاردينال ميلانو. نعم. والكاردينال اتشيغراي صديقك. هذا صديقك. نعم. واللي حضر إلى الأردن أكثر من مرة. نعم. وذهب إلى العراق أيضا باسم قداسة البابا في ذلك. نعم. الوقت للتوسط وإلى آخره. رجل قامة عظيمة،
توفاه الله الله يرحمه من مدة بسيطة. وبدأت الوفود تأتي، وكان القصد أن يكون الفاتيكان وحاضرة الفاتيكان وقامات الفاتيكان أول الجهات العالمية، لأن الكنائس المحلية أهل الدار. نعم. حلية. نعم صحيح. أما وكذلك اللاتين والكاثوليك في المنطقة، لكن إحنا بالنسبة للفاتيكان وهذا الحضور العالمي من أقصى جنوب أمريكا إلى أقصى الشمال إلى الشرق الأقصى وإلى ذلك، وفعلا كان. ولكن اللي ثبت الموضوع كان جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، أن قام في أيلول عام 99 نعم بزيارة الفاتيكان. نعم. واستضاف قداسة البابا حينها جلالة الملك وجلالة الملكة ورئيس الديوان الملكي أيام دولة عبد الكريم الكبريتي والعبد لله، وكنا بمعية أيضا صاحبة السمو الملكية الأميرة منى الحسين، وذهبنا للقاء قداسة البابا، وأطللنا من ذاك الموقع المهيب على البحيرة، وبعتذر بقول مش مليان هذه السنة شهر 9. نعم نعم نعم. وكان الحديث وجلالة الملك يعني مثل ما تقول دخل قلبه. نعم صحيح. فإذا في لغة في تفاهم كيمياء جميلة. كان قداسته ما 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 في يعني رجل غير عادي حقيقة. نعم يعني رحمه الله. وقال وعد جلالة الملك قال له ستكون البداية، لأن البداية من حيث البداية. حيث البداية. نعم صحيح. وهكذا كان. سؤال قداسة البابا. نعم. عندما ذهب إلى الطرف الآخر وعاد إلى موقع المغطس، فسئل بس أنت كنت على الطرف الثاني؟ قال صحيح، بس ما سمحوا لي أسبح أو أدخل النهر آجي، فأنا بدي آجي أكمل الطريق. نعم. شوف يا سلام تثبيت. نعم. وفي كنيسة موقع باسمه، وكان يوما مبرا 21/3/2000، وكنت معاه وهو في العربة وأنا أركض بجانبه. الله يرحمه. بشرح وأنا بشرح، بعدين الهوى والغبار غبرة. قلت له وكأن الله سبحانه وتعالى أراد لك أن تعيش ما كان يعيشه يوحنا المعمدان في البرية. نعم. في برية. نعم. الأردن. نعم. بده إياك تعيش هلا. فباللغة الإنجليزية وكان يتقنها. نعم. How true my son. طبعا بعد ذلك كان لقاءات أخرى مع. نعم. قداسته. وأدعي وبكل فخر واعتزاز أنني قابلت البابا بنديكت السادس عشر فيما بعد ب2009. نعم. وفرانسيس الأول 2014. زارنا هون 2014. كنت أمين عمان. مي أيوة. نعم. نعم. كنت أمين عمان. وكنت على بعد أمتار من بولس الثاني في زيارته للقدس، فأنا لربما واحد من بولس السادس بايس. yes. فتصور أني أنا أكون على أمتار من أربع بوابات. لا بس ثلاثة معرفة وحكي. آه. وعلاقة هلا بنيجي لقصة المطار مع لي أبو الليل. يعني أنا بدي أشكرك على أنه أنت دخلتنا في هذا الجو في جو المغطس. ونتوقف قليلا أبو ليث. بدنا نتحدث عن الحج المسيحي. أين نحن بعد هذا الإنجاز العظيم اللي تحقق، وأنت كنت يعني مهندسا من مهندسي هذا الإنجاز، جلالة الملك وسيدي غازي والدولة الأردنية،
أين نحن الآن من السياحة الدينية؟ لا أستطيع أن أقول أننا يعني أكملنا المشوار، ما زلنا في البدايات، مع أنه أكبر دعاية وترويج ممكن كان نقل الاحتفالات وزيارة قداسة القديس البابوات الثلاث، نعم، 2009 و2014، نعم، لجميع أنحاء العالم. اجوا على الأردن، نقلوا العالم، نقلوا الأردن للعالم كله، إلى بلايين المشاهدين. صحيح، كان الموكب البابوي يشاهد من المسلم والمسيحي مليارات والهندوسي وكل حدث كبير. لكن هل استطعنا أن نستقطب، يعني ما هو تعريف الترويج والتسويق، عرف منتجك وتعرف على أسواقك، وكانت هذه رافعة مميزة أنه ننتقل إلى العالم. وعلى فكرة نورسات ساهمت في قضية الترويج السياحي للأردن. شكرا معي دائما، شكرا معي، نعم، هذا حق، لأنه دائما أشوف في أي صحيح. موقع كذا كان يكونوا موجودين. صحيح. نعم. وانتشارهم ما شاء الله يعني جيد جدا. نعم. نعم. طيب أنا للإجابة الصحيحة أنه هنالك الكثير أن نعمل، وأنا مبسوط الآن أنه المشوار استمر من شخص في موقع المغطس بدأ بالبدايات، وهو رستم بيك. نعم. هذا الشاب الأرمني الأردني المهندس العظيم، وكم غرورقت عيناي عندما تسلم من أيدي جلال سيدنا وسام تكريم. تكريم. وطبعا هنا يجب أن أشيد أيضا بكوادر وزارة السياحة والأثار، دائرة الأثار، الدكتور القامة غازي بيشة والمرحوم فواز والأخ الدكتور محمد وهيب ومجموعة من الإخوان، يعني سعد الحديدي ومجموعة الشباب اللي قلت لي شغف، مش شغفي أنا، شفت كل أردني. نعم. قيادات الجيش اللي أزالت الألغام، الجندي اللي حافظ على لما يشوف سيفساء يلملم فيها أصلاً. كيف المغطس عرفنا الموقع بال 94 لما انسحبت حسب اتفاقية السلام القوات الثقيلة المدرعات المدببات من موقع وادي الخرار، ضابط أحد الضباط بخروجه من الموقع شاف إنه الدبابة عم تسرق شغلة صخرية أو بناء، فنزل وتأكد إنه ما يكون أي ضرار وجمع الفسيفساء. هذا الكلام بشهر 12/94، شهر بعد الاستلام الموقع، لأنه كان لازم الجيوش الإسرائيلية إلى الغرب 10 كيلو والجيوش الأردنية 10 كيلو إلى 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 الشرق، ويأتي وحطه في دفتر العمليات، ودفتر العمليات يروح لقيادة الجيش، وقيادة الجيش تبعته إلى وزارة السياحة، لنجد على أنه من ضمن المواقع اللي كانت في سنة 67 محطوطة للحفريات والمتابعة في أكتوبر 67، لكن اجت الحرب وتوقفت. نعم. توقفت. فيعني هذا الجيش الأردني، هذا اللي حافظ على الموقع. طبعا التاريخ التراب والطبيعة هي اللي حافظت على هذه الكنائس وهذه المواقع وهذه الفسيفساء، ما في مثل. لا تقول لي لا مفيش، لا في غرب النهر ولا شمال ولا جنوب، احنا بنعرف وين المعمودية، وين تعمد. نعم. الوصف يا سيدي في متى 32، نعم، لما يقول لك من وين اجوا. نعم. توقف على تل مار الياس تحت وتقرأ متى وتتصور
وتلاقي الناس ان اللي جاي من هان واللي جاي من هان، ومين اهلنا هذول اللي هون؟ نعم نعم نعم. مسيحيين الشرق هون. نعم. مش اليهود. نعم. اللي اجوا اللي اتبعوه هذولاك ما قبلوه. المسيحيون الأوائل. المسيحيون الأوائل. نعم. وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. معالي أبو الليث، نتوقف لو سمحت مع فاصل ونعود أحبائنا المتابعين. شكرا. معالي أبو الليث معك نعود، مرحبا بكم متابعينا. سيدي أبو الليث، أنت اقترن اسمك مع عالية الملكية الأردنية، فكنت دوما يعني ملكيا وأردنيا. رحلتك في عالية، شركنا بأبرز مفاصل هذه الخبرة. البدايات كانت بـ 69، وبطريق الصدفة التقيت علي غندور، وكنت في البنك العربي، والمرحوم خالد شومان كان وظفتي في البنك العربي، فقال لي لا أنت لازم تيجي على العالية. قلت له بس أنا في البنك العربي. قال أنا على التليفون الآن، هذا خالد شومان عضو مجلس ولازم يعرف أنه من مصلحتنا. أنا طبعا الخلفية عندي إدارة المطارات في المملكة العربية السعودية. نعم. مع وزارة الدفاع ومع أرامكو قبل ذلك. قبل ذلك. حقيقة الآخر سنين كانت ففيها الخبرة هاي والاطلاع. فالتحقت بعالية، ومن ثم بدأنا نكبر مع بعض ونبني، وكنا ننهل من رؤية المرحوم الملك حسين. كان يريد أن يكون الأردن الإنكيوبيتر، الحاضنة للطيران، الطيران التجاري، الطيران الحربي، طيار هو كما كان. فبالتالي كان هذا الحافز، وأراد أن تكون هنالك جسور مع العالم، والجسر مع العالم لبلد مثل ما نقول يعني لو ما الثغر الباسم، احنا لاند لوكت، احنا يعني ما فيش يعني بلد داخلي. نعم. فكان لهذا البلد الصغير ان ينطلق، لانه رسالته الكبيره، رساله الثوره العربيه الكبرى، رساله الانسانيه. هذه الارض الطاهره، ارض بزوغ فجر الايمان، the land of the sunrise of faith. هذا الأردن كما هو على الخارطة اليوم، من الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، من إبراهيم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء محمد في ميفع في أم الرصاص. وكيف بدنا ننسى دوار المغطس، وننسى يحيى، وننسى يعقوب. يعقوب تغير اسمه إلى إسرائيل هنا على سيل جرش. هذه القصة التوراتية موجودة. نعم. وصراعه انه كيف يعني انا عمي اسمه اسماعيل وانا ما لي اسم. فهذا الكنز الموجود اراد جلالة الملك انه كمان ينطلق فيه. وكانت السياحة لحد عام 67 مركزة على القدس وعلى بيت لحم وعلى ريحة، والضفة الشرقية كانت للأسف غايبة بال 67. تنبهنا لهذا الموضوع، تنبه جلالة الملك وحث المعنيين، والطريق الصحراوي مشان البتراء وإلى آخره، وكانت العالية ومن ثم الملكية الأردنية، وكبرنا والطائرات الضخمة العملاقة أول من سيرها الأردن. هذا البلد الصغير يضع نفسه على أقصى الغرب وأقصى الشرق. معالي أبو الليث، كل طيارة للملكية الأردنية العالية أولا كنت تحس إنها سفير، كل طيارة مش هيك يا سيدي؟ لما الطيارة تكون في ملبورن، نعم، وتيجي وقود في كولومبو بسريلانكا، نعم، وتكمل مع المرحوم غالب حمودة والمرحوم فؤاد سليم. نعم. وبعدين يصلوا لعمان، وبعدين ياخدوها الشباب يروحوا على أثينا، ومن أثينا على مونتريال،
وبعدين بالآخر الـ 747 هاي تروح على آخر الدنيا على لوس أنجلوس، وتروح على هيوستن، وتروح على ميامي، وتروح على شيكاغو، وتروح على فيينا، وتروح على نيويورك وعلى مونتريال. نعم، ولذلك الناس طلعوا وقالوا إيه هذا الأردن تعمل هيك وإحنا ما نعمل هيك. وكنا بي 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 يعني مش البلد النفطي ولا البلد، لكن كانت الحكمة، الحكمة والتصميم، وكان تدبير الأمور، حسن التدبير. نعم. وكانت القضية قضية إنه هذا من أمننا الاقتصادي ومن أمننا القومي. في 72 لما حصرنا يروح الراكب على بيروت 4 ساعات بالطيارة، يطير من جنوبا إلى فوق العقبة، بعدين يروح على السعودية، وعلى الوجه على الطرف الآخر يروح على السودان، ومن السودان على اسكندرية، من اسكندرية على فوق قبرص، وتنزل في بيروت. التذكرة تم مثل هو 11 ليرة 11 دينار لأن تبقى ليبقى الأردن على الاتصال، وأن يبقى الأردن قائم. جلالة الملك لما وصل في الرمق الأخير في قضية الاجتماع القاهرة بالـ70، نعم، وكانت المؤامرة الكبرى، ولكنه وصل على الطائرة الملكية الأردنية اللي كان يقودها بنفسه مع المرحوم الكابتن أمين حسيني، فوصلوا. هذا دور العالي. لذلك أرى الحكومة اهتمامها، بقول لك ليش الحكومة مش مهتمة؟ لا، الحكومة مهتمة، لذلك الآن عم بتحط بالضخ الأموال لأن تبقى الملكية الأردنية المشغل الكبير للأيدي العاملة والحاضنة لهذا الكم الكبير من الخريجي الملكية اللي سيروا القطرية وسيروا الإماراتية والاتحاد و السعودية وشركات الطيران الأخرى، حتى وصلوا اليابان ووصلوا سنغافورة طيارينا، تشيك بايلوتس على مازن ضياء، تشيك بايلوت في سنغافورة إيرلاين على 747-400. هذا إنجاز الأردن، هذا إنجاز الحسين العظيم، هذا الإنسان. وهذا ما الآن اللي بيقول عنه جلالة الملك عبد الله الله يطول عمره. أمين. إنه بدنا همة الشباب، ما بديش إنه وكأنه شركة. الأردن مش شركة اللي بآخر السنة ننتظر شو الربح والخسارة. كل أردني يمتلك هذا البلد وستيك هولدر في ماخده بمحبة ويعمل، هذا اللي خلى هذه مشوارنا في الملك 28 سنة اللي خلتني أصير وزير. نعم. يعني من هنا جينا على وزارة السياحة، سألوا ليش وقتها، قال فر العالم كله وعرف العالم كله، بيعرفش يجيب له 3-4 كل سنة. نعم صحيح. معاليك نتوقف مع هذا الفاصل ونعود، بدنا نتحدث عن رحلتك مدة 42 شهر مع حبيبتك عمان العاصمة. إذا سمحت لنا، أنت في عمان أمينا، ولاحظنا بأنك انخرطت، أنت وأمانة عمان انخرطتم في النشاط الاجتماعي الثقافي وحتى في نشاط حوار الأديان، ونحن نفخر بأنه معالي أبو الليث شارك معنا في العديد من الفعاليات والأنشطة التي قمنا بها، منها مسيرة في 23/8/2014 انتقلنا من العبدلي من أمام مسجد الملك المؤسس وكنيسة الأقباط، وكانت مسيرة جميلة، مسيرة شموع إلى حديقة جبل الويبدة اللي هي تزين عمان. فعمان، عمان صاحبة الرسالة ورسالة عمان، وتعالوا إلى كلمة سواء. حدثنا عن هذا الدور اللي أنت كنا أيضا نحس أنك أنت بتحبه. سيدي، هذا نابع من أولا من دور الأردن الجامع. الأردن من غسان وعدنان، هذا أولاد إسماعيل. نعم. احنا بدنا ناكد هنا من على خلال نورسات على انه
العرب المسيحيين هم أبناء إسماعيل. الغساسنة والعرب في المنطقة كلهم هذول أبناء إسماعيل كما هم المسلمين العرب. نعم. إحنا من فرع إسماعيل، وإسماعيل حسب التوراة العهد القديم أن سيكون له أولادا وأبناء وسيكون له منه أنبياء، وكذلك لإبراهيم لما قال يكون له شعوب، ما قالوش أنه راح يكون له شعب يهودي، ما كانش يهودي أصلا، ما كانش في موسى. هذا كله برجع هذا الأردن، هذا الأردن الأرض اللي تكلمت عنها، أرض بزوغ فجر الإيمان. فإذا كنا نحمل هذه الرسالة، هذه الروح، وهذه روح الرسالة الثورة العربية الكبرى اللي قامت أيضا لمناهضة الظلم الذي كان يقع على بعض أفرادنا وأهلنا العرب، أو كلهم كانوا 400 سنة تحت هذا النير. فلذلك أن نمشي، كنا أيامها تذكر أصحاب النيافة وأصحاب الفضيلة كلنا من المجتمعين. بالله كيف يا سيدنا، كيف لا، لما في كل صلاة مسلم نعم تختم، كل صلاة تختم بالصلاة الإبراهيمية. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. مين آل إبراهيم؟ نعم. إسماعيل واللي منه، وإسحاق ويعقوب والأصباط واللي منه، كما وبارك سيد وبارك محمد وآل محمد كما باركت إبراهيم وآل إبراهيم. لا صلاة لمسلم، لا صلاة لمسلم تقبل بدون هذه أن تختمها، كل صلاة تتلى هذه الصلاة تتلى. نعم. فهذا النقص الموجود في 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 وجدان العربي المسلم والعربي المسيحي، هذه الأخوة. بعدين أنا في المؤتمر ذاك لسه كنت جاي يعني جديد، مع كنا مع سيدنا في أمريكا. نعم. لما كان يباطح في الكونغرس ويقول لهم على اللي صاير بالقدس وعلى التهجير اللي صاير بالقدس وعلى هل تقبلون يا سادة أن تكون معابد وكنائس القدس فارغة، متاحف متاحف بدون مؤمنين صماء؟ وعاد لأن يقول في جلسة أخرى، المسيحيين العرب هم درع الإسلام. هذه مقولة لجلالة الملك عبد الله الثاني، وأنا أشهد أنني كنت موجود. نعم صحيح. ويوسف باشا الدلبيه كان رئيس الديوان الملكي. نعم. هذا الكلام بال 2006. فبالتالي إحنا عمالنا لما من المسيرة وغير المسيرة، لما نكون إحنا السلام يعني. وعمان يليق لها. فعمان بعدين عمان أنت نسيت إنه يعني شهداء المسيحية الأوائل. نعم. وعمان لهم حصة. نعم. صحيح إنه يعني الكرك إلها حصة في الموضوع، بس نعم. الشهداء لما نتكلم عن شهداء الأوائل في شهداء عمان، شهداء فيلادلفيا. نعم. فإذا عمان لها هذه الرمزية، ولا رسالة عمان اللي أطلقها جلال سيدنا في 2004. طيب هذه كمان بوتين ترجع قال له أنا، أنت جاي عندك وعندك في مذبحة صارت ذبحها لأولاد القطقيط، دخل واحد إرهابي ذبحهم، ألغي زيارة وأنت مبروك. قال له لا بالعكس، أنا بدي إياك تيجي لأنك أنت من يمثل هذا الدين العظيم والاعتدال العظيم. ورجع سيدنا مقتنع على أنه يجب أن تكون هنالك رسالة، رسالة عمان. ولي الشرف سيدي أني كنت أنا وبعض الإخوان المسيحيين بمعية العلماء الأجلاء، كنا أعضاء اللجنة. نعم على لجنة، وأنا كنت مع الشيخ تميمي كمان. نعم رحمة الله عليه، الله يعطيك عمان. الله يعطيك العمر سيدي. أنا رافقت أبو الليث في العديد من الأسفار، وتشرفت بأن أكون يعني معك
لنقدم جهدا أردنيا. سيدي في 11 سبتمبر 2012 سافرت مع معالي الأستاذ عاقل بلتاجي في الذكرى 11 ل 11 سبتمبر. بعد 11 سنة من 11 سبتمبر سافرنا إلى لبنان، وسافرنا باسم التجمع العربي للتصدي لهجرة المسيحيين العرب الذي يرأسه القامة العربية الأردنية دولة طاهر المصري. ولم يتمكن دولة أبو نشأت اللي من حييه في هذا المساء، لم يتمكن من وكان خياره قال لي أبونا أنا ما بقدر أروح معك. وبعد أن رتبنا لهذه الزيارة قال لي فارسها، فارس هذا الموضوع هو معالي أبو الليث. وأطلقنا هناك كما تذكر سيدي مسيحيون ومسلمون في سبيل كرامة الإنسان. أنت في لبنان يعني كنت صورة لهذا الوطن، حدثنا عن هذه الرحلة أبو الليث. سيدي كانت جامعة للضمير الإنساني ونابعة من الأديان السماوية، ما استوردناش شيء جديد، ما كان علينا إلا أن ندخل إلى قلوبنا وإلى فكرنا وإلى ضمائرنا وأن نعود إلى تعاليمنا. وهنا كان اللقاء، وكان يتكلم المسيحي والمسلم وكأنه مكمل لبعض البعض، والدرزي وكل العرب الموجودين. وكيف كانوا يقولوا لك أنت لما تستعين بآيات قرآنية وأنا أستعين بآيات إنجيلية. آيات إنجيلية. فهذا ومن هناك انطلقنا الحقيقة وأسسنا. لربما ما نجحت كجبهة عالمية، لكن على الأقل زرعنا البذرة. وللأسف إنه يعني أولا من خلال نورسات نتمنى للبنان العفو والعافية، يعني الحقيقة، لأنه العفو ربنا سبحانه وتعالى أعطاه للإنسان، هذه من خصائص الله، أعطاه الإنسان أن تكون العفو عند المقدرة، فالعفو والعافية أن يتعافى لبنان لننهض، لأنه لبنان الشعلة. خليل جبران لما راح مين لو مشرتوني، احنا عرفنا بقية اللغة العربية ولا بقية الإش العربي؟ ليش بقول لك انه كلام جلالة الملك عبد الله لما قال المسيحيو الشرق هم درع الإسلام؟ أبو الليث أنت منحاز للمسيحيين؟ فيش إيش اسمه منحاز. نعم أنا يعني بعدين أنت بتعرف أني أنا ما كنت أرفض كلمة التعايش. نعم شو التعايش؟ نعم يعني متحمل بعضنا؟ نعم. العيش. نعم أكسبتنس، القبول، وهذه جلالة الملك عبد الله دائما وأبدا يذكرنا بها. نعم فأولا يعني أنا أذكر شغلة أنه والدي بال 29 لما كان شاويش في بيت لحم كان مسؤول عن ضابط خفر للمهد. نعم فلما أنا رحت على مدارس الفرنز وعلى التحقت مع بدك تحدثنا عنها لو سمحت طبعا مع نجيب قبعين الله يرحمه يعني مطران الكنيسة الكنيسة الأسقفية العربية وكان لي خوري أبو ماهر كمان موجود سمير قفعيتي وكل القامات هذه كريم أوهان اللي كان مدير العام كنا بالكواير مع بعض. فراحوا قالوا للوالد بالخليل قالوا له هذا ابنك بيروح ب بالكنيسة بالكنيسة نعم قال له والله أنا بال 29 كنت مت برد برا لو التراتيل تيجي من جوا تدفيني فالحمد لله اللي دخل جوا. هذا تربيت هيك، تربينا هيك، وكلنا إحنا أولاد
أولاد السلط والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وهم دخلك ليش حاطين قرداتهم على طحنات سوريا؟ لأن العيش الجميل اللي كان نعم يعني 17 طائفة عايشة مع بعض يعني نعم. هذا بدهم يخلقوا البذرة اللي تفكك هذا المجتمع القوي. لذلك انحيازي للحق نعم وللصحيح والانتماء الله الوطن للإنسان والله للجميع. احنا مع بعض في هذا الوطن مواطنين، أما في معتقداتنا في رب بعرف كل شغلة فينا، هذا الخالق العظيم اللي خلق الكون وهالأبراج وهالدنيا والسماوات وهذه الآيات اللي جاءت، هذه the signs المعجزات، هاي هذا الخالق نقعد نختلف فيه وعليه؟ من هون أنا يعني بسلم أمري. زياراتك لواشنطن ومشاركاتك في البرير بريكفاست يعني حدثنا عنها أبو الليث. شوف الروح هذا الاجتماع كانت المسيح الناصري، يسوع الناصري، مش المسيح، يسوع الناصري، Jesus of Nazareth، المعلم، الرابي، رباي معلم يعني، وأخلاقه في حوف عليه، هذا كلمة الله في حوف عليه. فلما أنت تلتقي مع كل الأديان على هذه هذا الخلق وهذه التعليم، ما كمان المكملة بالنسبة لي هو ديني، لأنه إيماني بالمسيح من ديني، من هون راسخ الحديث القدسي على أن أحدهم جاء يوم القيامة لإبراهيم عليه السلام يقول له اشفع لي عند العرش، قال له أنا ترددت، الشمس الله والقمر الله وبعدين اذهب لغيري، راح لموسى قال له أنا قتلت وقد سويت وبعدين قلت له فرجيني وجهك، ولما شفت الجبل انهز، روح شوف غيري، قال له روح، راح عند سيدنا محمد قال له أنا طالب الناس يصلوا لي ويشفعوا لي عند الله، اذهب إلى ذاك فهو من روحه. ليش الآن إيمان المسلم على أن المسيح سيعود وسيحكم بالعدل، وهذا القيامة بتكون مش المسيح الكذاب تبع يعني. لذلك كنت دائما أقول لهم هذول الإيفانجليست، أقول لهم أنا مش فاهم هالقصة تبعتكم، بدكم تجيبوا هاليهود لفلسطين وبعدين مشان يتذبحوا ومئة ألف واحد منهم يطيروا، انتوا انتي سمتك، انتوا معناته لا 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 سميين نازلين بدكم تجزروهم. فهذا التعصب الـ هذا ما كان موجود بالناشونال بريكفاست في بداياتها. نعم للاسف انه في الفتره الاخيره غلبت هذه الموجه الايفانجليست بتاثير، وجاء ترامب مشان يعني هالموضوع هذا. اين كنائسنا التقليدية؟ وين الفاتيكان؟ كنائس الرسولية، كنائس الرسولية، الكنائس الكبيرة. نعم نعم. أما يطلعوا لنا بكل ساعة وثانية بكنيسة نيوك كريستيانز نيو زاينست، لا ما بصير. سيدي أبو الليث، أنا يعني قبل أن ننهي الحديث معك شيق، والاستماع لك يعني فيه الكثير من الفرح، وأنا أصر على أن أقول بأنه أبو الليث
عندما ينحاز إلى إخوته وأخواته المسيحيين هو ينحاز لعمق إيمانه ووفائه لإسلامه كما هو وفاؤه للوطن. سنة 2005 نوفمبر 9 نوفمبر كانت حادثة الإرهابية عنا في عمان، وأنا شفت أبو الليث عندما كان عندنا الجروب من السواح الأمريكان واللي كانوا مقررين، ومنهم مين؟ ماري جين زايزنهاور، فهاي صديقتنا وأخت إلي حفيدة الرئيس الأمريكي أيزنهاور. 50 اللي كانوا جايين بالجروب وكانوا مقررين بعد الحادث إنهم يسافروا. التقيت أنا وياك عندهم الصبح. من 50 اللي كانوا مقررين بدهم يسافروا سافر شخص واحد لأنه كان مضطر، اللي أقنعهم يعني معالي أبو الليث. تذكر أبو؟ نعم سيدي يا ريت قبل أن ننهي تشرك يعني هذه التجربة بي، كيف أقنعت الخائفين من عملية الإرهابية في الفنادق وبالعرس اللي صارت ب 2005؟ أولا بتذكر قلت لهم أنه إحنا عمالنا بندفع ثمن وقفتنا معكم، لأنه في 9/11 انحزنا إلى أن نكون أن نحارب الإرهاب، وهنا دخلنا في موضوع محاربة الإرهاب فتقصدونا وتألمنا، والعدد نسبة وتناسب أكثر مما صح أصابكم. فنحن مصابنا واحد. وتذكر نيافتك إنه قلت لهم it is our 9/11 صحيح، لأنه في أمريكا بحطوا الشهر قبل اليوم. نعم 9/11 كان وقت أحدها كان 9 نعم سبتمبر 11 سبتمبر. إحنا 9/11 أيوة نعم إحنا بنحط 9/11 هم بحطوا عكسنا 9/11 و9/11 نعم اليوم إحنا كمان 9/11 نعم صحيح. يومها كان بالضبط كان 9/11 بالضبط صحيح نعم 9/11 صح هم كان 11/9 واحنا 9/11 نعم. فهذه بتذكر كيف يعني قلت لهم هاي احنا هاي مشتركين مع بعض نعم، فاحنا ضحيه واحده لهذا الارهاب المقيت. ومين اللي ادخلوا هذا؟ ادخلوا التفرقه بيننا. صحيح والله ما كنا نعرفها ولا كنا نسمع فيها. مزبوط. كنا نعرف انه فلان مسلم او مسيحي لما نعرف انه في فرح يروحوا على الكنيسه وفي على المقبره مقبره ثانيه. نعم. مجاوره. نعم بس نعم. شكرا ابو الليث. ابو الليث انا بعرف انه انت عندك برنامج اخر والتزام، لكن نحن نتطلع الى لقاء اخر اطول مع معاليك. قبل أن نختم تسمح لي أسألك، ما الذي يمكن أن تقوله لمتابعينا على شاشة نورسات؟ ما الذي تتوقعه من محبيك إخوانك وأخواتك المسيحيين؟ أولا يا سيدي إخواني وأخواتي اللي عشت وربيت في بيوتهم وزوجتي كذلك وأولادي كذلك وأهلي وكلنا، إحنا عيلة واحدة، إحنا أهل، وكما قلت في السابق نحن أبناء إسماعيل. هلأ قضية كون نتبع ديانة لأبناء إسحاق هذا موضوع ثاني، لكن احنا نتكلم عن الدم اللي في عروقي وعروقك وعروق اختي ميري اللي جنبي
هذا الدم واحد. يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يرسل الرسائل أرسلها لهرقل عظيم الروم. شو قال له؟ قال له أسلم تسلم، وإلا حملتك دم الإسيين، شهداء المسيحية. يعني قال له هدول أولاد عمي بدي أثار لهم، أنا بقاتلك لأني بدي أثار أولاد عمي، الشهداء الإسماعيلية وشهداء وشهداء عمان، شهداء الأوائل العرب المسيحيين. يعني هذه الروح. بعدين بحب أني دائما أقول لهم أنه كما الصلاة الإبراهيمية الجامعة، كذلك أم القرآن سورة البقرة نهايتها، وكان يقرأها النبي في صلاة الصباح، وكذلك الملك حسين كما أعلم في صلاة الصباح الفجر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا الواو هاي على كل اللي قدامه دول، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Day of Judgment، أنت اللي بتحكم مو أنا. سمعنا وأطعنا، نعم. وهناك تفسير أن السمع والطاعة والغفران، نعم. قالوا بعض المفسرين السمع لأنه سيدنا موسى كان كليم الله، ذلك السمع. الطاعة، الطاعة هو الإسلام، من يعني الإسلام كلمة أسلم من سلم لله، نعم. طاعة. طيب غفرانك ليش اجت بعد؟ طيب ما هو المسيح قبل محمد، بس لسه المسيح عايش، فهذا تفسير ليه ما اخذه بجمالياته. هذا من هنا ناتي الى بعضنا البعض للعيش الواحد والعيش المشترك. وئام من اخويه وئام. أبو الليث، أنت يعني في كل مرة نتحدث أنت تعطينا شيئا جديدا، والجدة في فيما تقول معاليك هو نابع من تدفق هذا الحب في داخلك. شكرا، شكرا معالي أبو الليث. شكرا، شكرا لأخوتك، شكرا لتعبك في هذا الوطن، وشكرا لتعبك مع جميع أبناء الوطن في عمان وفي غير عمان وفي كل المواقع التي تبوأتها. أنا بأكد لك أن رؤساء الكنائس وأبناء الكنائس الأردنية كلهم بحبوك وكلهم بيحترموك وكلهم يسجلوا لك الفخر، يسجلوا الفخر فخر بك، كما معظم أبناء هذا الوطن اللي بيسجلوا لك يعني كل التقدير والامتنان. أنت معروف عن أنك هذا الأردني الصميم الذي أحب الوطن الوفي لأصدقائه والوفي لصاحب العرش لجلالة الملك عبد الله. الله يعطيك طول العمر. شكرا أبو نبيل، وشكرا لنور سات مرة ثانية، وفعلا نور سات شريكة استراتيجية للسياحة الأردنية الدينية، لأنه ما بقصروا دائما وأبدا. بعدين ما شاء الله يعني نسمع عن المشاهدين والمتابعين بالملايين بهذا البرنامج، فإن دل هذا على شيء فيدل على إيمانهم بأن هذه قناة إيمانية، قناة صالحة وتدعو إلى الإصلاح وتدعو إلى المحبة. وكلمة نور يعني هي أيضا هذه النور، الله نور السماوات والأرض، السماوات والأرض، نعم. وموجودة سبحان الله في 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 دياناتنا المشتركة، فبالتالي شكر الجزير وشرف كبير أن أكون في ضيافتك. شرفتنا يا سيدي، شرفتنا يا سيدي.
وما زلت كمان بتشرف ان اكون في جيرتك. الله يخليك. الا اذا اتقلت على احد القصور معيش خبر. لا ما ما انا بعدي بنفس البيت. بيت هو. نعم نعم الحمد لله. انتم نور العالم هكذا علمنا السيد المسيح، ينبغي ان نكون نورا للعالم من نور سات. نسجل شكرنا مجددا لمعالي الاستاذ عاقل بلتاجي، وأشير إلى أن نور سات تحمل معنا وتحمل صوتنا وتحمل هذا البرنامج إلى الملايين. اليوم كنت أتحدث مع معالي سمير الحباشنة، معالي أبو الفهد اللي كان ضيفي في الأحد الماضي، وسألت زميلنا اللي بيساعدنا في هذا البرنامج أخونا الحبيب ريمون حتر اللي عم تعبه يوم الأحد، سألته الرقم، فكان الرقم الساعة 6:19 عدد من تابعوا عدد مشاهدات الحلقة الماضية 7,223,000 وكسور، 7,223,000. تسمح لي أنا معك معالي أبو ليث، نشكر نورسات، نشكر نورسات الأردن، ونشكر أختنا الدكتورة باسمة السمعان اللي فتحت لنا يعني نورسات، نورسات الأردن، لكي نطل منها على هذا المشرق في هذا المساء. نشكرك مجددا، وإن شاء الله أن تبقى عينا ومشرقا، مشرقا هذا الإشراق في محبتك وفي أخلاقك. شكرا سيدي، أهلا وسهلا بك.